يا كرام، اول سؤال راح يكون لكم، جاهزين؟ ما هي عمله دوله اليونان الرسميه؟ وحدك اتبوع عليهم. اليونان باختيارات؟ لا فرنك. شنو هي؟ علي صوتك. فرنك. حول المايك. يورو. يورو. اليورو. يلا دولار. ها دولار. دولار متأكد؟ اليورو. يورو. هم اليونان على متأكد؟ اليورو متأكد. أوروبا. على أوروبا. على أوروبا. يورو. 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 متأكدين؟ دولار. دولار. أنا أقول الدولار. يا عالمية دولار. عالمية دولار. الدولار صح لو لا؟ صح. انت تسأل السؤال تقول عالميا لو العمر ما اعرف هسه صح لو لا؟ دولار عالمي. صح. دولار. دولار. جاوبك نهائي. دولار. دولار. موت عليك. عاشوا. دولار. دولار. انا يورو اقول. دولار. يورو. ها؟ خل ابقى على الدولار. هم جاهز احسن. هسه ثبت ثبت على اليورو. هذا هو دولار. لا دولار. دولار. يورو. قلت خلاص طبعا ما لي دخل. قلت يورو. دولار. 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 ثبتين على الدولار؟ اكيد. ترى باعوا. انا مشكلتي اغلط. بس هي اليورو اغلط. بس انت اليورو جوابك صحيح. اول نقطة لك. مبروك عليك وين تستاهل. مبروك عليك. خلاص. قلت لكم انها غلط. نبدي هسه وياكم انتم تركزون وتجاوبون. ازم المايك. نبدي هنا. ما هي لاحظ جواب يمه جواب. ما هي اصغر دوله من حيث المساحه في الدول في دوله المغرب العربي؟ ما هي اصغر دوله من حيث المساحه في دول المغرب العربي؟ تونس. المغرب. تونس. اي تصعد. تونس. لا الجزائر. الجزائر. خلاص خلاص. لا لا جزار. بعدني. جزار. 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 جايك جايك والله جايك. جزار. جايك والله. جزار. الجزار. أها. جزار. 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 حلو. تونس. تونس. جزار. جزار. والجواب الأصح هي دولة تونس. نقطة لك ونقطة لك. أزم المايك حجينا نبدي. نقطة نقطة. نرجع. ركزوا وياي. أجهزة كهربائية مركز أمبريال للتجميل. شويه زرع شويه نحت شويه فيلر شويه بوتوك شويه لا ما في بس امول كل السؤال تمام ايه. اجهزه كهربائيه ايه. وارجيله من شركه سكوبار بيبيت عايشه يصير اسوي لها فيلر تمام ما هو معنى اسم دوله اسبانيا؟ اسبانيا لها معنى اسم شنو هي؟ والله ما تليت على على علم سيف على الطافر هناك يلا ايه. ما عندي ما عندك جواب حلو اسبانيا معالمها الحضاريه قرب ما اعرف معالمها الحضاريه ما هو معنى اسم ما هو معنى اسم دوله اسبانيا لا مو قائد لا ها ما تعرف نرجع هنا يخص يعني الموقع ماكو موقع طبيعه مالتهم ماكو طبيعه الدوله القويه دوله قويه دوله قويه دوله قويه دوله قويه عافيه ما اعرف حلو الجواب هو بلد الارانب بلد الارانب أزم المايك بس اثنين غلط غلط تمام نرجع هنا هناك دولة عربية مر بها خط الاستواء فما هي هذه الدولة يلا لا تحشوا من كيفك لا تحشوا من كيفكم كل واحد جواب واحدة على الجهاز على الجهاز خليكم على الجهاز يلا حضر نفسك انت وزوجتك مصر مصر حلو سعودية سعودية مصر 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 سودان. 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 سودان 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 الجواب الأصح هو دولة الصومال لا 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 كل واحد دولة كل واحد دولة كل واحد دولة الجواب أنا إيش قلت الجواب شنو المفروض شو تقول لي صومال 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 يا حبيبي حجينا من الاخر غني لهم كرسي وتاخذ جائزه غني هسه انا بعزه ما غنيت تمام زين هسه يمكم المايك اي نزم لماذا سميت دوله جزر القمر بهذا الاسم
اقرب على القمر. ما حد حيعرف هذا السؤال. ما حد يعرفه غير. يلا. الوقت ايش قاعد شباب؟ ها؟ يعني هي اصغر دولة. ايه وجزء منقطع عن العالم قريبة على ال... لا يعني لا تقريبا هي اصغر دولة. وش اسمه ال سامحها والله اصغر دولة وليش؟ مساحتها صغيرة وبيها يعني شلون دائما الليل صافي. طبعا انت تكرهنا. تكره المش... كمل كمل قصة الليل كمل. ليل 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 الليل هي باب كلثوم. شنو ذكرى تغني بها؟ الليل يونس. لا هي الليل مالتها صافي واصغر دولة موجودة. منافسة. وين باوي؟ تعال نوقف. اتصال عليه الشاشة. جزر القمر. انا اعرف الرئيس مالتهم. حجي انت من وين؟ انا ثلاثتنا من نفس المكان. من بابل؟ اي من بابل. حجي اول هديه لك الله يسلمك مقدمه من معرض الوليد تستاهل جهاز كهربائي. اي قل لي والله شنو ايش تسوي؟ ايش تدور؟ تعال اعطينا الجهاز الكهربائي مقدم من معرض الوليد. مبروك عليك. الله يسلمك. اما انت هديه مقدمه من شركه اسكوبار للطبوخ الروسيه. تستاهل. قل لي بنزح معك سؤال. حجيك حجي دقيقة. حجيك. انت متزوج؟ خاطب؟ غير جيجارة؟ تمام انا راح اعطيك هدية تروح بيها المثلجات جيلاتو منصور شارع 14 رمضان. مبروك عليك. رجع هاي الهدية زين. هسه الجواب ما عرفتوه؟ يعني انا هذا الجهاز خو ما بي يعني اشتري فواكه او شيء انا ما اصرف. ليش؟ ما اقول لك انا ما احتاج جهاز. لا لا تخاف لا تخاف. لا لا متى صور متى صور متى صور. اسمع فهمني. لا لا اسمع جواب. اوكي اسمع جواب. الشغلات جزء القمر. اي شنو جوابه؟ شنو جوابه؟ تعرف جوابه؟ خليني اسمع اول شيء من عندك واقول لك الجواب مالته. جواب انا لا راحت عليكم بعد. والله انت لو ساعدنا تخبلت. انا اخذت الجهاز بعد دقيقه. شنو الجواب؟ غيره. غير شنو وين؟ غيره. غيره. شكرا. ها حجي ما تعرف؟ ها ما اعرف. بيها هواي جزر؟ من قريبة على اي تشبه شنو؟ يعني صح بيها هواي جزر. دقيقة حجي مو على شكل قمر. هي مو قمر مو قمر مو قمر مو قمر. اللي اعرفه انه بيها عدة يعني هي عدة جزر كخريطة. جزر مالها صايرة على شكل قمر. قمر قمر يعني ايش يعني؟ قمر قمر يعني مو هلال. لا هو نفس. شكرا لك. تشبه لانها تكون من عده جزء تشبه شكل الهلال. انا قلت لك هلال والله العظيم اقسم بالله. عيد التصوير حاجه. انت ما اخذت هديه؟ اعطيتوني الهديه. ليش عصبي؟ اعطيك الهديه. ليش عصبي؟ انت قلت لك. شكرا لكم. حياكم الله.